أعشاب الموت، 65 مأساة واقعية مرعبة حدثت بسبب الجهل بالأعشاب الطبية أو الإفراط في استخدامها. تأليف الدكتور جابر القحطاني. كذبت مقولة العطارين: الأعشاب التي لا تنفع لا تضر، فقد تصبح النعمة نقمة، ويتحول الدواء إلى سم قاتل في غمضة عين. ويصدق ذلك على التداوي بالأعشاب التي زادت المحلات التي تبيعها وكثر عدد المعالجين بها والقنوات الفضائية التي تروجها. هذا الكتاب جرس إنذار لمن يستخدمون الأعشاب المبهمة الهوية، ودعوة إلى عدم استخدام أي دواء عشبي إلا بموجب ترخيص من الجهات الطبية المسؤولة. مؤلف الكتاب الدكتور جابر القحطاني حائز على دكتوراه في العقاقير من جامعة ليفربول، وهو مدير مركز أبحاث النباتات الطبية والعطرية والسامة في جامعة الملك سعود. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب أعشاب الموت. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.